بونجور و سلام تو الموند ميزون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اللي راه جديد في القناه مرحبا به. اليوم فيديو مهم جدا. فقط كتذكير سوف اترك لكم هذا الفيديو، شرحت كل خطوات التسجيل في القرعه العشوائيه الامريكيه لهذا العام 2022-2024. ساترك لكم الرابط في صندوق وصف هذا الفيديو لكل الاشخاص الذين لم يسجلوا. بعد هذا هو الفيديو، تجدون الشرح بالتفصيل وكامل ومجاني. إذن فيما يخص موضوع اليوم، هنا للأشخاص الذين لا يملكون شهادة البكالوريا، هنا في فيديو اليوم سأشرح لكم في الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية المهن المطلوبة وأيضا الشروط المطلوبة من أجل التقديم في القرعة العشوائية الأمريكية بدون شهادة البكالوريا. إذن مشاهدة كاملة للفيديو لمعرفة جميع تفاصيل موضوع اليوم المهم جدا. سأبدأ الشرح نظامي. إذن هذه هي صفحة الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية، سوف أترك لكم الرابط الرسمي مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا من أجل التقديم في القرعة العشوائية الأمريكية بأي مهنة يجب توفر شرطين أساسيين. أولا يجب أن يكون لديك خبرة سنتين في المهنة التي تعمل بها حاليا في آخر 5 سنوات. ولدينا الشرط الثاني، يجب أن يكون الأس في بي الخاص بالمهنة من 7 أو فوق 7، وسوف أشرح هذه النقطة بعد قليل. هنا طريقة الدخول والبحث عن أي مهنة في هذا الموقع، تضغطون هنا Find Occupation ثم تضغطون على Job Family ثم تخرج لكم جميع الوظائف. هذه هي الوظائف، سوف أترجمها إلى اللغة العربية. إذن لدينا العمارة والهندسة، لدينا مهنة الفنون والتصميم والترفيه والرياضة والإعلام، لدينا تنظيف وصيانة المباني والأراضي، لدينا العمليات التجارية والمالية، لدينا المجتمع والخدمة الاجتماعية، لدينا مهنة الحاسوب والرياضيات، لدينا مهنة البناء والاستخراج، لدينا التعليم التربوي والمكتبة، لدينا الزراعة والصيد، لدينا تحضير الطعام، ممارسو الرعاية الصحية والتقنيون، دعم الرعاية الصحية، التركيب والصيانة والإصلاح، قانون، العلوم الحياتية والفيزيائية والاجتماعية، الإدارة العسكرية، الدعم المكتبي والإداري، العناية الشخصية والخدمة، لدينا الإنتاج، خدمة الحماية، لدينا لافونت المبيعات، لدينا ترانسبور النقل ونقل المواد. هنا لدينا جميع المهن. إذن هذه هي المهن الموجودة في هذا الموقع. الآن سأشرح لكم طريقة معرفة إذا كانت مهنتك مقبولة في هذا الموقع أو غير مقبولة. نضغط هنا لاختيار أي ميدان، مثلا نختار هذا الميدان أو هذه المهنة، الفنون والتصميم والترفيه والرياضة والإعلام، ثم تضغطون على براوز. تخرج لكم هذه الصفحة، تجدون جميع المهن التابعة لهذا الميدان، فنون والتصميم والترفيه والرياضة والإعلام. هذه هي جميع المهن. هنا مثلا نختار مهنة، مثلا نختار الممثلون أكتر، نضغط هنا. هنا تخرج لكم هذه الصفحة، تجدون مهام هذه المهنة، تجدون المهارات التكنولوجية، المتطلبات المهنية، تجدون أنشطة العمل،
تجدون أنشطة العمل التفصيلية، تجدون سياق العمل، المعلومات الخاصة بهذه المهنة. نحن الشيء الذي يهمنا هو الاس في بي الخاص بهذه المهنة. قبل التطرق لشرح هذه النقطة، سوف أقوم بتعريف معنى الـ SVP Specific Vocational Preparation. تضغطون هنا الـ SVP، تخرج لكم هذه الصفحة، تجدون فيها جميع المعلومات الخاصة بالـ SVP. أولا، تعريف الـ SVP معناه هو الإعداد المهني المحدد لأحد مكونات معلومات خصائص العمال الموجودة في قاموس الألقاب المهنية وزارة العمل الأمريكية 1991. هنا تجدون جميع المعلومات الخاصة بالـ SVP. إذن وظيفة الممثلين كما تشاهدون هنا الـ SVP الخاص بها من 4 إلى 6، إذن أقل من 7. إذن هذه المهنة غير مقبولة للتقديم بها في القرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام. نختار مهنة أخرى، مثلا نختار هذه المهنة مصممي الرقصات، نضغط فيها. نفس الشيء، تجدون جميع المعلومات الخاصة بهذه المهنة. إذن سأبحث على الـ SVP الخاص بهذه المهنة. إذن كما تشاهدون هنا الـ SVP من 7 إلى 8. إذن هذه المهنة مقبولة للتقديم بها في القرعة العشوائية الأمريكية، لأن الـ SVP الخاص بها من 7 إلى 8. تو إلى الصفحة السابقة، مثلا نختار مهنة أخرى في ميدان آخر. نفس الشيء، أضغط في Find Occupation ثم Job Family ثم أختار ميدان آخر في مهن أخرى. مثلا أختار هذا الميدان، البناء والاستخراج، ثم أضغط على براوز البحث. هنا تخرج قائمة جميع المهن التابعة لهذا الميدان، البناء والاستخراج. هذه هي المهن كما تشاهدون هنا. مثلا أختار مهنة، مثلا أختار هذه المهنة خاصة بالزجاج، نضغط فيها. نفس الشيء، تجدون جميع المعلومات الخاصة بهذه المهنة. سوف أبحث على الـ SVP الخاص بهذه المهنة. هنا كما تشاهدون الـ SVP الخاص بهذه المهنة هو 4 إلى 6. إذن هذه المهنة مهنة الزجاج، أو الأشخاص الذين يعملون في الزجاج، ليست مقبولة من أجل التقديم بها في القرعة العشوائية الأمريكية، لأن الـ SVP الخاص بها أقل من 7. ويمكنكم البحث عن المهن الخاصة بكم باتباع نفس الطريقة التي شرحتها في موضوع اليوم. أيضا هناك طريقة ثانية، يمكنكم البحث عن أي مهنة في هذه الخانة، خانة البحث. مثلا نبحث على بلومبي كمثال، تضغطون هنا، ثم تخرج لكم جميع المهن الخاصة ببلومبي. مثلا نختار هذه المهنة الأولى، تجدون نفس المعلومات كما شرحت سابقا، والـ SVP كما تشاهدون تجدونه هنا. إذن هذه هي الطريقة الثانية للبحث. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع اليوم. أخوتي ما تنسوا تديرون جيم، بارتاج، اشتراك في القناة.
إذن بون شونس أتوس، بالتوفيق للجميع. على بروشان فيديو إن شاء الله.